شلون الشباب؟ طبعا اليوم رحنا رمي برا خارجي اوت دور، هذا الفيديو اللي انتو منتظرين. جايبين طبعا كل انواع الاسلحه اللي قدرنا عليها. هذا عندنا البومبكشن، هذا طلقاته، وهاي عندنا الامفور جي سي اللي تاخذ 556 طلقات. هاي عندنا هذا مات 22، الطلقه التوتو يسموها. طبعا علاوي مسدسه جاهز. با علاوي ايش طالع؟ عسكري فول. 1000 طلقه جايبين، و1000 طلقه هاي ايش اسمها 9 ملليمتر. وانا شنو درع وكامل ومسدس والامور شنو تمام. خلنا نبدي ونشوفكم شنو الفيديو ايش راح يصير. راح اشوفكم الاهداف اللي راح نرمي عليه، ما خلي شيء ما جبته. نبدي باول شغله، تعال علاوي. اول شيء عندنا طابعه نرمي عليها ونشوفكم شي صار بيها. بطلقة طلقة نبدي بالتوتو وبعدين بالناين وبعدين بالفايف وبعدين بالطلقة مال بومبكشن. ثاني شي عندنا شاشة يابة بس شنو تكمة، يعني تحسها ضد الرصاص. والله بعد تقولها. ثالث شي تقرب شوفهم، من يريد كافي، هاي كافي ميكر. راح يزعلون عليك ستاربكس. عندنا مسجل حرامات لو شغال. علاوي شو تقول هذا؟ شو يصير بيه الان بربط؟ هذا حاتم العراقي راح يغني من ورا طلقة. عندنا لوحة جام تكمة من هاي اللوحات الزينة. يعني سلوان ما تخاف من الله، واحد يرسمها وهاي. شو بدري واحد يرسمها ونجي بالاخير سلوان وعلاوي يضربون عليها طلق. جبنا همين شغلات ثانية. أول شيء ترمز راح نرمي عليها طبعا ونشوف شو يصير بيه. طبعا الجو بارد بدرجه مو طبيعيه. علاوي شنو البرد؟ فد مره حياتي ما شافي شوف انجماد. زين سلوان اذا تطبق كتاب ورا كتاب، يعني كل تجمعهم تضرب طلقه، برايك ينزرف لو لا؟ هو هذا السؤال اللي راح نجاوب عليه هسه. اوكي راح نضرب على كتاب واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثه، بعدين خمسه، شو تقولون؟ وقفوا الفيديو وكتبوا بالتعليقات من هسه تقولون الطلقه راح تخترق خمس كتب لو لا؟ يلا ويانا. طبعا علاوي ما قصر ويانا، جاب اسلحته. هذا البومبكشن مال علاوي وهذا الجي سي مال علاوي. علاوي طبعا جاهز كامل، يعني محارب. كنا محاربين باش لابسين. طبعا علاوي راح يبدي اول واحد بالرمايه يا مسدس. علاوي راح تختار هذا مالتك. شنو هاي طلقاته؟ تسعه مو؟ تسعه. توكل بالله، البس سماعاتك بس على مود ما تأذيك ابنك بعدين. هاي اول شيء تجريبيه، ما راح نضرب تجريبيه. اي هاي بالبدايه تجريبيه. حلوه سموث كلش حلو، وصوته مو هالقد. انتظروا صوت البومبكشن يطرش طرش. هسه علاوي راح يبلش بالسلاح مالته الاي ار كامل. علاوي المخزن طبعا علاوي معدله، مخلي له سكوب وليزر ولايت، فكلش كلش مرتب وحلو شكله صاير. توكل على علاوي. حلو دور سلوان. راح اضرب بسلاحي المفضل. ايه ياخذ شنو الطلقات؟ توتو صحيح صغيره بس مفعولها كلش كلش قوي. هذا الشاجر الاول، نقول يا الله. نفتح الليزر مالتنا الريد دوت. العفو صوتها كلش ناشف، يعني كتكوته حلوه ورده فعلها مو قويه بس تبقى طلقه حيه. يعني هسه علاوي طبعا راح يجرب البومبكشن طلقته السلاك. طبعا الصوت كلش كلش قوي. روح علاوي راح ابتعد لان صوت حيل قوي. دمار دمار البومب. هسه راح نبدي نجرب نرمي على الشغلات اللي جبتها اللي قلت لكم عليها. راح اخلي هاي كاميرا سلو موشن على مود تطلع لكم شو صار بالشغلات لما نرمي عليها. طبعا هسه راح نبدي بالطابعه. اول طلقه راح اضرب بهذا السلاح اللي هو 2222، طلقه صغيره. خلينا نشوف شو صار بالطابعه. خلينا نروح نشوف شنو صار فيها. خلي السلاح على السيف، تعالوا يا اخي شوفكم صادق. زرفات الباب مالتها زرفات فنانه همين. هاي شنو هاي الطلقه؟ لا طلقه فادت جوا بس. خلينا نشوف طلعت منها. لا ما طلعت. يعني الطلقه شنو جوا؟ هسه دور علاوي. هسه راح اضربها بالمسدس، خلينا نشوف تخترقها لو لا. شنو هاي الطلقه علاوي؟ هاي الناين. الناين هاي
بعد واحدة ها هي. أمن مسدسك خل نشوف اللي صار بيها. وين جت الطلقة علاوي؟ والله خل نشوف. اوه باح الفتحة يا انا ها باح الفتحة طرقت يا كسرتها كسرتها. هسه دور علاوي راح يضرب بالسلاح مالته اللي هو 556 يعني طلقة ماجيسي يعني اكيد راح تدمرها. راح يضربها بالسلاح مالته ام 4 بالطابعة. خلينا نشوف شو يصير بيها منها علاوي من الخشبة. ارجع بعد شوية. هاي تمام توكل. اوه امن علاوي. خلينا نروح نشوف شو صار بيها. بعد جامعة بالطابعة. كل شيء كبيرة. شو صار بيها؟ يعني ليه هسه عرفنا الطابعة مو ضد الرصاص. هسه نرمي على الشاشة هم نبديها بال 22 السلاح هذا مات الصغير بعدين مسدس بعدين علاوي يرميها بالام 4 لان البومبكشن حاليا ما نحتاجه لان ندري يفلشنا ذني كلهن ريفتشي شوية تكمل البومبكشن مو ذني. هسه راح نضرب الشاشة. وين الشاشة؟ هذيش الشاشة. هذيش الشاشة. خل نشوف والله صار اخترقتها او لا. اخترقتها. متأكد؟ لا ما حبها والله عظيم. تعال والله بالله هاي تحميلة مو طلقة. مو هي احتمال انها قبل ما صغيرة تخترقها ما نشوفها. لا والله ما اخترقتها. يعني عندي امل بهاي الشاشة ممكن تطلع ضد الرصاص. هسه راح اجيب المسدس اضربها. طلقة السلول ما اخترقت. والله نشوف هاي المسدس اخترق له لا. تخترق له لا. توكل. لا تقولي بخترق. والله ضد الرصاص. اختارت انا هاي الشاشه لكم عرفتها قويه. بابا السوق مالتها. نو واي شنو وين راحت؟ يا رب مستحيل. علاوي أملنا بيك علاوي. أملنا بسلاح علاوي. هسه علاوي سلاحه يعني اذا مزرفها يعني هذا اشيله وياي وين ما اروح كدرع. ماكو هيك. هسه علاوي راح يضرب بالسلاح مالته الام 4 طبعا طلقه 556. خلينا نشوف شو يسوي بالشاشه. توكل علاوي. اوه لا طبت طلعت 100%. صدق نفس الطلقة الأولى. والله عظيم. لا 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 لك شنو الشاشة؟ مكان لك ما بعض رمناه بهذا السلاح. من زرفت؟ وين؟ مستحيل. طالع علي يا سيد هذا. لا لا برو طلعت سير طلعت لا بعد ثقب مستحيل بعد ثقب اثق بثقب. هسه الكافي ميكر كلش متحمس لها لان بيها جام وما ادري شنو فافون وكل شيء. اشوف شو يصير بيها والله. هسه صار شو لا حس لا خبر. خبتها ثقبته؟ لا بتقولي هم بالله من ورا؟ من ورا؟ ايه لا عمي مسدس ابو المي سلاح. يلا علاوي ضرب هالطلقة مالتك. فتحتها تفصل فتحتها فتح. هسه دور علاوي بالقهوة باع الليزر يابا مبين. وحده نقصفها علاوي كمل عليها. صار يا خطيه زرفت تدريب. صارت تكه. صارت تكه. تخيل علاوي هسه هي وهي هاي فتحه قويلي. فتحتها فتح. هسه دور المسجل. خل نشوف فلاش اسوي بيه. هاي بالشاشه الصغيره والمسجل
فيك. بلا وين جت هاي؟ لا لا يانا فتحت نا جوا طلعت هاي الكسره ما شاش موجوده يا من هنا طلع صح هالكسره ايه سعلاوي بالمسدس يا اغنيه تحبون شغلنا حاتم العراقي حاتم العراقي بالسماعه علاوي بالسماعه ايه ايه هاي وين جتي بالباب اه يانا هاي آه ياتها جوا يا هسه علاوي راح يساقي لنا اياها يمنا يسرى اكس مربع علاوي طني بالسماعات من هنا روح اوه بعد وحده ايه والله خلينا نشوف اكو صوت مسجل ولا لا ده تسمع اشنو هسه وصلنا للوحه شوفوها شلون جامه هاي شو تقولون وقفوا الفيديو وكتبوا لي الطلقه هاي الصغيره راح تطب وتطلع من صفحه ثانيه ولا لا صار بيها ايه كسرت اوه طبت الغرفة طبت من طب طلعت من ورا بس ضربت بهذا لانه هذا شلمان كلش قوي هذا ما اعتقد اكو سلاح يزرفه آه اكو طريقتي هاي انا مزروفه بس هاي شنو هالطبقة قناص لو شي يلا علاوي مثل ما عودناكم مسدسي خارج عن الطبيعة يشرب القاذفة اوه سمع الصوت الحديد اللي ورا هاي الطلقه مال علاوي طبت للهول طبت طلعت بس طخت بهاي لان هذا الشلمان كلش ثقيل يعني نريد نشوف وراه لما نوصل للبومباكشن مال علاوي نشوفه يسوي بيها شيء ولا لا يلا علاوي راح يستلمها طبوها بالشباك اوه صار بيه طبعت طلعت بس هاي اعتقد هاي اي صح اي هاي مو الأثمة يعني اكل أثمة بيها امل تحياتي للرسام ريتشارد دعنا على التخصير هسه وصلنا لفقرة الكتب راح نبلش بكتاب واحد نشوف الطلقة هاي تثقب هذا الكتاب لو لا اذا ثقبته نخلي كتابين واذا بالكتابين ما ثقبت نبدل السلاح وهكذا صراحة تنسلون يعني يمكن بالورقة الثانية راح توقف طلقتك هاي هشوف بك لا زرفتها زرفتها منا ومنا oh طلعت شاقة وياكم لعد تحياتنا خاصة للكاتب كورت فوغل حبيبي رحم الله هذا خوش كتاب هسه راح اصر كتابين يعني بإما الطلقة طلعت بالكتاب فلازم نضيف كتاب ثاني ونشوف راح توقفها لو لا علاء راح يرمي على كتابين تعالوا يلا خلينا نشوف ايش صار الطلقة الأولى طلعت ثانية طلعت وقف لا لا مرات يبقى هنا نو واي والله عظيم او ماي جاد بيات الطلقة عصت بالكتاب الثاني يعني شنو نزيد ثلاث كتب ومسدس راح احاول ارميها جوا هنا بالمسدس الكلاك مالتي الكتاب الاول الله يرحمه الثاني هم الله يرحمه بالله الثالث هم الله يرحمه بعد لازم اربع كتب هسه خلينا اربع كتب خلينا جديدات اثنين بالاخير عمودي بين وصلت لهم الطلقه لو لا راح نبقى بالمسدس اول واحد انزرف سلم لي ثاني انزرف الثالث هذا الجديد انزرف الرابع هم انزرف يعني الفرق من ال 9 ملم لل 22 خلينا نجرب خمس كتب اخر شيء هاي اذا خمس كتب وانزرف يعني على الفيديو جاي لازم مكتبه ما ترحم بعد يلا حلاوي توكل اعتقد عصت هنا ياتها لا ياتها طلعها يعني بالكتاب الرابع عصت يعني نقدر نقول المسدس اربع كتب خامس ما بي مجال هسه راح نضرب الكاميرا لا شنو والكاميرا لا خطيه تهدر 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 صار بي الله او ماي جاد
شنو هاي؟ علاوي طبعا دي عبي لانه خلصنا شواجير نصها، فهسه وقت التعبئه. اذاني وحرب وعبي من احجار يقتلوني. صار ساعه مزعل مولي اروح طلقه. الدنيا بارده حلو، اصابيعي ما احس بيها من البرد، بعيالها صارت زرق، لازم نعبي الشواجر هذني كلهن ونرجع لكم. خلصنا رامي، خلصنا 3/4 الطلقات، اجى الوقت ننهي الحلقة. اذا عجبتكم لا تنسوا نسوي سبسكرايب اذا ما متابعين، ولايك، وقولوا لي بالكومنت شنو تحبون نجيب ونرمي. جربنا هواي شغلات، تلفزيون وكافي ميكر وطابعة وترمز، فشنو بعد تريدون نجيب هنا ونرمي؟ قولوا لي اياها بالتعليقات، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.